يبقى صخرة وائل جمعة. صخرة. انت بقى اللي بتفهم اكتر مني بقى. علامة تعجب. عرفتي؟ اي كلام؟ لا هي دول هي. يعني دي هتتكتب ازاي؟ يا سلام. صدق صح يلا. عايز اطول. ازيكم يا اولاد؟ اهلا اهلا. ازيك يا ماما؟ ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا ماما؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ثلاث اشهر كده ما تشوفكيش. اوعى اوعى. تعالي يا ماما اتفضلي. اتفضلي. قر بقى علينا، قر بقى علينا يا اخويا. اتفضلي يا عروسه. يا واد ما تكسفنيش. الفاكهه دي يا مرات عمي؟ ايوه فاكهه، بس مش هديك منها حاجه، ما تحطش ايدك. انا كنت بسال بس بجرب. يعني ايه يا ماما معقوله الفتره دي كلها ما نشوفكيش يا ماما؟ ايوه بقول لك ما تقرش يا واد. عادل انا عايزه 50 جنيه عشان اكمل الطلبات، وهبقى اعديها عليك او حنسى. يا سلام يا ماما، عينيا ليكي. ده ابسط حاجه يعني الابن يقدم لامه 50 جنيه يعني. تحب اجي كل يوم اطمنك؟ تاخدي 50؟ لا يا ماما انا هطمن عليك. انا يا ماما ما انا تليفونك معايا، انا ما مسحتوش من على الموبايل عندي والله. تشربي ايه؟ اشرب. اجيب لك انا حاجه على ذوقي. رمزي هات واحد كوكتيل لماما. لا يا دولا الكوكتيل ده ليه؟ بقول لك روح هات كوكتيل لماما وانت مالكش دعوه. هجيب لها حاجه كوكتيل. انت شلني، خدني في حنانك، خدني عن الغناء وابعدني. لا يا اختي ما ينفعش. ها شفت بقى غنى الرصيف عمل لك ايه؟ افادك بايه غنى الرصيف ده؟ افادني بايه؟ طلعوا نصابين فعلا، تربيه ارصفه وازقه وشوارع. عملوا ايه؟ اعطوني يا اخويا رقم صغنن قد كده. قالوا لي ايه؟ اتكلمي في الرقم ده وصوتش. بقيت اشحن وصوت، اشحن وصوت. وبعدين ايه اللي حصل؟ رصيدي نفذ، صوتت عليه، طلعوا نصابين ولاد التشيت. ولاد الايه؟ التشيت. التشيت دي شتمه جديده؟ لا العيال السيس كده يعني، بدل ما يشتموا يقولوا تشيت. طيب كملي يا بنت منطعه. طلعوا كاميرا مستخبيه. بقى كده طلعوا مقلب وتشقلب اتقلبت فيه وتزحلق. خلاص خلاص ما تزعقيش ما تزعقيش. خدني في حنانك، خدني يا ساعدة. بتخني مع بنت المنطعي؟ نعم. ما تفهمينيش غلط يا قصدي 20 يعني. نعم بتصنطعني يا سعيد مع بنت المنطعي؟ حبيبتي حبيبتي ايه؟ اصطبي عندك. يعني ايه بيصطنطعك مع الانطعي؟ في ايه؟ ايه اللي فيه ايه؟ انا مراته، طلقني طلقه واحده يعني. انا دلوقتي متعلقه واقفه على السلم برقص. خلاص هنبدعني. عندها حق، انا طلقتها طلقه واحده، فضلها طلقتين وتاخد استماره سته كده يا سعيد. طب طلقني اطلقها. طلقني يا سعيد طلقني. اطلقها اطلقها اطلقها. داخله تغني لك شيرين، حبه حبه هتغني لك انغام وتبقى اصاله. يلا طلق. صوتك صوتك بيخرق. معلش يا ماما، معلش يا حبيبتي، خلصت علبه المناديل ولا يهمك. هرفع لك عليه قضيه واجيب لك الحق والمستحق.